بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم دلوقتي عن شكرا، يعني شكرا بجد والله. يعني 100 مشترك اللي هو في القناة بقى لها شهر، ما عرفتش حد. يعني الفكرة عملت انتشار للقناة تقريبا في آخر أسبوع أو آخر 5 أيام الأخرى يعني، فلما عرفت ده جبت 100 مشترك، فده حاجة واو يعني. على كانت على كذا سكيل، يعني لو قلنا مثلا سكيل الدراسة وكده يعني، فكان عندنا تقريبا زمايلي سواء دكتور شادي هشام او دكتور محمد طارق حامد، فشكرا جدا يعني. فبالنسبة لمجال الدراسة يعني هختمه بالكلية، يعني زمايلي يعني كتر خيرهم يعني، وفي اسماء تانية دلوقتي. بالنسبة على مجال الجيش، يعني الجيش كان يمكن اصعب اختبار الواحد عدى بيه في حياته لحد دلوقتي، فبجد برضو شكرا يعني. سواء الباشمهندس يوسف جهاد دياب، او مثلا يعني زمايلي برضو اللي قابلتهم في الجيش، مثلا زي واحد بعزه جدا اسمه دكتور محمد محجوب الحوفي، بجد شكرا جدا وبحبك وانت مثال لاي حد، بجد انا بحبه قوي الحوفي. وعندنا برضو في الاسنان، يعني في الجيش برضو دكاتره الاسنان سواء مثلا حتوم ولا حياء ولا حسام ولا عبد الرحمن سمير، فبجد يعني شكرا جدا. يعني ما بين مثلا شخص انتروفيرت يعني يعني الفاميليا بتاعته اكتشفت بالصدفه اللي هو عنده يوتيوب فدعموه، يعني من ضمن الفاميليا دي مثلا بابا يعني كان ما كانش عنده تيك توك، عمل تيك توك عشان يدعمني وكده، برضو نفس الفكره برضو على اليوتيوب. ونعيم شكرا، واختي اسراء وخال حامد ومحمود بن خالد صلاح، فشكرا بجد يعني كجزء من الفاميليا يعني. ف لا الفاميليا يعني شكرا. بالنسبه دلوقتي يعني على اللارج سكيل وكده، فكان في 3 جروبات انا نشرت فيهم، يعني مثلا جروب اللي هو اسمه امسك دخيل بين قوسين الصيدله ليها ناسها، فبجد يعني شكرا يعني بجد يعني. فلو في مثلا 100 جروب، لا في 3 جروبات يعني الحمد لله. كان عندنا على التليجرام جروب خليك صيدلي بتاع دكتور محمد عبد الرازق، شكرا كتير يا دكتور بجد والله، يعني انا فرحت جدا والله. وبرده الجروب الثالث والاخير بتاع دكتور الجويلي كوميونيتي فارماسيست هو سينكس بيج، فبجد يعني شكرا يعني على المسؤولين بقى وكده. فلو واحد قبل في 10 ما بيقبلوش يعني، فبجد يعني شكرا 100 مشترك يعني. بالنسبه برضو يعني كان في بعض الناس برضو شفتهم اللي انت بتخش على قناه اليوتيوب، لو عندك 100 تقريبا شفت منهم 10، كان من ضمنهم الطيار احمد حمدي ودكتور عمرو صلاح شكرا بجد، واحمد محمد صالح ودكتور بقى برضو عندنا برضو دكتورة فوزية مجدي ودكتور أحمد محمد، وعندنا رولا وعندنا عبد الله وعندنا محمد الدبش، فبجد يعني شكرا بجد يعني. فشكرا 100 مشترك، شكرا شكرا كتير شكرا.